السلام عليكم. إن شاء الله نبدأ المحاضرة التانية، هنكمل اللي اتكلمنا عليه المرة اللي فاتت. والمرة اللي فاتت اتكلمنا سريعا عن الكونسبت بتاع البوست تنشن والأدبت، البرنامج اللي ممكن نستخدمه. اتكلمنا على الشوب دروينج، هنكمل بقى على المرة اللي فاتت. فإن شاء الله هنتكلم عن الحصر و سايت وركينج ستريسنج وجراوتنج، وهي دي المراحل. يبقى كده ان شاء الله نكون اتكلمنا على المراحل كلها بصوره مبسطه وسريعه. فنبدا اول حاجه الكيو اس. طيب انا عايز ايه اصلا من الكيو اس؟ انا اول حاجه محتاجها من الحصر محتاج الكراسي، يعني كل ارتفاع انا محتاج منه عدد قد ايه، والحداد بيعمل لي الكلام ده. يعني مثلا لو سقف 26 فانا الكراسي عندي من 4 سم لحد 20 سم. فهشوف كل عدد، كل ارتفاع فيه عدد قد ايه، والحداد هيعمل لي الكراسي دي. جميل. ده بالنسبه للكراسي، ودي من على الكاد سهله من فلتر. في حاجه تانية محتاجها، ان كل الكابلات اللي عندي في كل الاتجاهات اللي في اللوحه بتاعتي، عايز اعرف كل كابل هو طوله قد ايه وعدد الاستراند بتاعته قد ايه. فده بيتعمل شيت اكسل يعني، وبنكتب فيه الحاجات دي، كل كابل وجنبه طوله ايه والعدد الاستراند ايه. بس الطول بتاعه بنزود فرنج نص متر لو هو لايف ديد، ومتر لو هو لايف لايف، عشان في النص متر ده او المتر دي الزياده اللي في الاخر عشان اعرف اشد منها. وبعد ما اشد انا بقطع الزياده دي. جميل. طيب بعد ما جبت كل كابل طوله بالزيادة وعدد الاستراند، انا في الاخر عايز اعرف انا محتاج كام طن من الكابلات، وتوتال الاطوال بتاع الدكتات اللي هو الصاج ده عايز اعرفه بالمتر. يعني عايز مثلا محتاج صاج اتنينات قد ايه، الاربعات، خمسات، ايا إن كان انا بستخدم ايه. وعايز اعرف التوتال بتاع الكوست، الكاست ده اللي هو ناحية اللايف. يعني لو عندي لايف لايف فده هعدها باتنين. طيب والكلام ده ممكن ما تكونوش حاسينه قوي، بس هنشوف متقلقوش. بس المهم نكون عرفنا احنا محتاجين نحصر ايه اصلا، يعني الكراسي واطوال الكابلات وعددها والتوتال بقى، عشان اعرف اشون واعرف ابدأ. جميل جميل. طيب بدأنا بقى، ايه هي السايت وركينج اللي عندي؟ انا ما كتبتش حاجه في السلايد دي يعني، عشان كفايه نظري بقى عشان نفتح فيديوهات دلوقتي. عامه الموضوع يعني سهل، احنا بنعلم السقف بخيوط، وهنشوف فيديو. بس انا هتكلم بس كلام مقدمه، وكل ده هنشوفه في فيديوهات. يعني احنا بنعلم السقف بخيط، وهمشي اعلم مكان الكرسي بالمسافات اللي عندي في اللوحه وبارتفاعاتها. جميل. طيب بعد بقى ما علمت الكراسي ومكانها وارتفاعاتها، في حد هيجي يعني. المهمه دي المهمات كلها بتتقسم على اشخاص معينه، يعني كل واحد مختص بيعمل كذا، وده مختص يعمل كذا وهكذا. فانا خلاص يعني علمت الحته دي محتاجه كرسي كام ارتفاعه، فهجيب الكرسي، واحد هيجي يحط الكرسي في الاماكن دي وبعدين يثبتوه في مكانه. جميل. بعد ما ثبت الكراسي والدنيا فل، الحداد هيجي بقى يحط ايه، الشبكه السفليه بتاعته. جميل جميل الكلام. الخطوه بقى اللي بعدها، انا محتاج الصاج او الدكت احطه، و الوايرات المفروض ادخل الوايرات في الصاج. جميل. يعني انتوا مش هتتخيلوها، بس لما نفتح هنتخيلها. المهم احنا هندخل الصاج جوه الواير، وهنثبت الكلام ده بسلك رباط على الكرسي. معلش انا عارف الكلام مش تخيلوه قوي. الصبر يعني الصبر. حلو ماشي. بعد بقى ما ايه، ما دخلت الوايرات في الصاج وثبتها على الكرسي، وكل كابل ليه ارتفاع وكل حاجه، في عمليه التبصيل. ايه التبصيل دي؟ اللي هي اللي بعمل الديد اند بمكنه انا بعملها. جميل. وبركب الكاستات
من ناحية اللايف، وبفنش بقى الشغل بتاعي. التفاصيل أكتر هنتكلم عليها دلوقتي، بس مش عايزين نشوف الكلام مبهم. بس في دي صورة بس عايز أوريها، لأن حتة البور ستريب دي دايما عاملة قلق للناس. ده بور ستريب، ده قبل ما يتصب وده بعد ما يتصب. جميل جميل. أنا عايز بس أوريك شوية صور قبل ما نبدأ في الفيديوهات. ده شكل سقف من فوق، بس لسه الرئة العلوية مركبتش زي ما شايفين. تمام. ده تاني حسن موزو. يعني نتكلم على الصور دي بالتفاصيل، بس انا عايز تشوف بس الدنيا. ودي الكابل واخد البروفايل بتاعه. جميل. ده صور نهائية، احنا هنتكلم على تفاصيل، هنرجع لورا نمشيها بالعكس يعني. بس ده السقف اللي احنا اتكلمنا عنه المرة اللي فاتت، ده شبه حلو. بصوا كويس، واللي عنده أسئلة في الصورة دي جاهزة يعني، هنرجع لها بس يعني يكتبها ويشوف بس الفيديو الأول. طيب، حلو الصور، خش في الموضوع. نبدأ أول فيديو اللي هي حتة التعليم اللي كنت بتكلم فيها. شايفين الخيط ده؟ معرفش هيبان ولا لأ، اللي أنا كنت أحطه على السيفتي عشان يبان. المفروض ده الخيط ده أنا بشد الخيط، وبالمسافات اللي عندي في اللوحة بمشي المسافات بين الخيوط، هي مسافة الكابلات، وبمشي بمسافات الكراسي اللي عندي، بعلم الكرسي. حلو. أنا هتيجي حتة تبع تعليم الكرسي. أنا هنا علمت الكرسي مكان رجلي بالظبط، وكتبت ارتفاعه جنبه. حتة السهم دي معناها ان اللي جنبه نفس الكلام برضو، نفس الكلام. ده كرسي 8، والسهم ده يعني اللي جنبه نفس الارتفاع، حتى اللي جنبه اهو احنا حاطين العلامة بس مش كاتبين حاجة. تمام. هي دي نفس القصة، نقدم شوية. هي دي حتة العلام يعني، عشان اللي مش متخيلها تبقى شكلها ايه. جميل. حتة الأسهم قلناها نعلم عليها. طب أنا علمت الكرسي خلاص، أماكن الكراسي، وشكلت البروفايل بتاعي. يعني مجرد ما أحط الكراسي والكابل هياخد البروفايل اللي أنا عايزه. تمام. ده بقية السقف كده يعني، مش عايزين نضيع وقت في ده. حلو. قبل ما اخش بقى في الفيديو التاني، عايز نفتكر حاجة. اللاب بس مرهق شوية. دي اللوحة بتاعت الشوب دروينج اللي احنا كنا عاملينها المرة اللي فاتت. ايه بقى مسافات الكراسي عشان نقاس اربط الدب ده؟ ده الكرسي، قلنا الديفولت المسافة بين الكرسي والكرسي 1 متر. جميل. مش مكتوبة يعني 1 متر، اللي مكتوب يبقى مش متر، يبقى الخيط بتاعي شديته وليكن هذا الكابل، وانا عارف المسافات بقى، المسافات التقسيط. فحتة الخيوط انا شديتها وعلمت الكرسي بارتفاعه. حلو. ودي علامة الاستراند زي ما قلنا، اللي دي دايرة يعني 2، براجع عشان لو حد كان مسقطها. جميل. طيب ادي الكرسي وارتفاعه والمسافات، يبقى ايه اللي احنا قلناه في اللوحة شفناه في الطبيعة بيتنفذ ازاي، وفهمنا ايه ده. جميل جميل. خلي اللوحة دي في دماغك،
هل اللوحة دي في دماغك وإحنا شغالين دلوقتي؟ هنرجع للفيديوهات تاني، عايزين نشوف سقف لسه ما تركبلوش الرئة العلوية. جميل، يعني أنا هجري شوية بس نبقى إحنا شايفين الفيديو وأقول الكومنتات، بس الكلام ده لسه ما اتشطبش. آدي يعني أنا قلت السقف من غير الشبكة العلوية عشان الدنيا تبقى أوضح شوية. ده الكرسي، الارتفاع بتاعه أهو، دي اسمها مكرونة، ده يعني زي عزل كده ليها. جميل، وبثبت الكرسي بالمسامير. دي الدكتات بتبقى متقطعة بطول ثابت وبتتوصل بالكوبلر، الوصلة اسمها كوبلر، وده التيب اللي بيوصل ما بينهم. جميل، شايفين سلك الرباط اللي بيربط الكابل بالكرسي. حلو الكلام. دي ناحية الحتة دي بتبقى فرنج 90 سم. البصل ده بيتعمل بمكنة هنشوفها في الفيديو ده. حلو حلو حلو، وهي دي الكاست بتاعي ناحية اللايف، نص متر الزيادة اللي اتكلمنا فيه. جميل الكلام. يا ريت اللي عنده أسئلة في البداية عشان ما نتوهش يعني يجهزها، أو ممكن بعد كل فيديو ناخد أسئلة أو حاجة كده يعني تبقى أفضل يعني. تمام، خلي بالك بعينك كده، أنت شايف البروفايل إيه؟ عالي فين؟ ناحية العمود، ونزل بعد العمود الميدسبان، وده شكل المومنت حرفيا اللي في الحقيقة. جميل، جميل جميل. قلبك دي الاتجاهين، نشوف الاتجاه اللي فوق الاتجاه، ومين معدي من تحت مين او فوق مين. حلو، هي السيكونس سهلة يعني، احنا هنشوفها تاني لما الرؤية العلوية تبقى راكبة، لكن الكونسبت سهل يعني، هنراجعها في الاخر تاني. ادي كهرباء ملهاش دعوة، ادي البنشنج. حلو، الكابل معدي عادي، وادي كم مسألة لسه هتظبط. حلو الكلام. عايز اجيب بقى ايه مكنة التوصيل شكلها. هي مكنة عادي، ودي واخد الكابل واديله الشكل التوصيل. بس خلاص يعني، كنت عايز اوريها عندي ما كانتش بتتشاف كتير. وادي كابل معدي فوق الكاميرا عادي، حسب البروفايل اللي عندي، والكابل يبقى معدي من فوق او معدي من تحت، معدي في العمود طبعا، اعلى نقطة في العمود ناحية اللايف والكوبلر بتاعي. تمام، عايزين ننتقل للفيديو التاني. بس يا ريت لو في أسئلة في الحتة في الفيديو ده يعني، قبل ما نخش في الفيديو التاني، يا ريت اللي عنده سؤال اللي يسأل فيها، ومحدش يسبق الأحداث يعني، لسه الستريسنج هتكلم عليه ولسه الحقن، فما نتسربعش يعني، هناخد خطوة خطوة. تمام، طب يعني أعتقد محدش عنده سؤال يعني في الفيديو ده، صح كده؟ صح. نبدأ في الفيديو اللي بعده.
انا عايز ابطئ شويه عشان واضح ان السرعه زياده، والفيديوهات دي هتبقى دقيقه يعني، مش سريعه. عايزك بقى تركز كويس. ليه تركز كويس؟ انسان في ده المفروض والحوار كله لما تيجي انت بتسلم السقف ده، معاك استشاري وهيسلمه. حلو حلو. الفنتات اللي انت شايفها اللي هي بنحي منها دي بتتحط على مسافات 15 متر. حلو. يعني لو ما تزيدش عن 15 بين كل اتنين، لو زادت انا احط واحد كمان في الاول وفي الاخر طبعا، واللي في النص ده يبقى الكابل اطول من 15. جميل. دي بالنسبه للحد. قلنا الكوبلر والتيب اللي بربط الدكتات دي متقطعه موديولز واحده يعني. جميل. ركز في شكل البروفايل والكاسي. شكل البروفايل العالي فين والواطي فين والأماكن الكريتيكال، إن دي أهم حاجة. أدي شكل البنتات وهي محطوطة، من الكابل طول قد إيه طبعا، فوق الكابل الرئة العلوية محطوطة. حلو. يعني أنا آخر كرسي عندي ارتفاعه 20، لو السقف يعني 26، فانا معايا 6 سم. 6 سم دي بقى اللي هي الكابل فوق الكرسي والرئه العلويه والكفر. جميل جميل. انا ماشي الفيديو بصوره اقل شويه عشان يعني لو عايزين نسأل في حاجه او حاجه مش واضحه. يعني انا اصلا لما اطلع على السقف زي ده انا بيهمني ايه؟ طب خطوه نهائيه وانا بستلم السقف، انا يهمني اشوف الكابل اللايف والديد مظبوطين ومكانهم صح. دي الكرسي اللي بقول عليه اللي شرحناه في الفيديو اللي فات. تمام. انا يعني اللي بيهمني لما اجي استلم سقف زي ده اللايف والديد وعدد الاستراندات، هل عدد الاستراندات مظبوط؟ اللايف والديد مع اماكنهم مظبوطه، الكراسي صح يعني محققه شكل البروفايل، يعني الكرسي ده طبقا للوحه ارتفاعه مظبوط، هل القمر بتاع البيرسينج فورس، هنشوف يعني نشوف القمر ده بيعمل ايه اصلا وايه لازمته، احنا ما اتكلمناش عليه المره اللي فاتت. بتأكد من الفنتات طبعا والكوبلر مظبوطين، ده mainly يعني الحاجات الرئيسية. تمام. شوف الفيديو اللي بعده. الفيديو اللي بعده نفس الكلام بس ده هنبان شوية اللايف والديد. ناحية اللايف بتاعتنا بتبقى شكلها ايه؟ وشفناها في أول فيديو من غير الشبكة العلوية، بيبقى الفنت شكله ايه؟ فلما أجي حايل، وهي دي الكاميرا اللي بتكلم عليها، ده بيبقى ليها تصميم، لأني انا لما باجي بشد هتكلم عليها في الستريسنج احسن، بس دي لازم تبقى محطوطه في اللايف والديد. جميل. افتكرها، عارفك مش هتفتكرها اصلا بس ما علينا، انا هفتكرها. حلو حلو. ادي البنت وادي الديد، ناحيه الديد برضو، والبنت بتاعها والكاميرا.
حلو الكلام. يعني هي كل الحاجات هتتكرر في الفيديوهات، بس انا ببقى مظبوط مثلا على حاجه معينه في الفيديو عايزين نشوفها. يعني الفيديو اللي فات مينلي يعني البروفايل، الفيديو ده الديد اور لايف. حلو. طيب عايزين نشوف البان بوكس. ادي البان بوكس بتاعنا. لو انا في مشكله في الشد زي اللي هنا، ادي ده بارت مصبوب، البارت التاني مش عارف اصب، مش عارف اشد منه، فبعمل بان بوكس زي ده واشد من العلبه، وطبعا بكثف الحديد عند العلبه وبشد العلب. ليها اشكال كتيره مختلفه وتكنيكس كتيره مختلفه في عمايلها، ده احدى اشكالها يعني. جميل. ده برضو يبقى شكل الفاصل عشان يبقى شفناه، والحتة الفوم دي 5 سم. دي فتحة عادية بشد منها، وهنقول الأماكن اللي بنشد منها حتة الشد. تاني بروفايل تاني، حتت يعني حتت مختلفة عشان نبقى شايفين كل، يعني مش كل، أكيد مش كل طبعا في سقف واحد، معظم الحاجات شكلها إيه، الكابل في الكاميرا في العمود النهاية أو في البان بوكس اللي هشد منها أو في البور ستريب. وهنشوف إزاي في البور ستريب، وهنتكلم في حتة الشد بقى لما تيجي. تمام. أعتقد ده هيبقى آخر الفيديو. طبعا لو في حد عايز نعيد فيديو تاني هنعيده. جميل. بس احنا يعني احنا دوسنا كتير، يشوفنا 5 فيديوهات في نفس السيكونس، هنلخصها في الآخر يعني، محدش يقلق من النقطة دي عشان الموضوع ما بيخجيش من مرة خالص يعني، بس أنا بحاول أوصل الفكرة على قد ما أقدر في المحاضرتين. هي الدنيا سهلة مش صعبة يعني، واختلاف المشاريع طبعا هيوريك أكتر والأسقف الفنتات. خلي بالك إن في حتة ممكن يكون فيها 4 فنتات من الاتجاهين عادي جدا، زي الشكل اللي فات ده كابل في الحمام، مش شايفين ال3 كابلات دول. جميل. أنا أعتقد قبل ما نروح للحتة بتاعة الشد، يعني ممكن اللي عنده أسئلة في حتة الفيديوهات ممكن يسأل، يعني مشان عمر يشوف الموضوع، عشان بس الحاجات ما تتدخلش في مع بعضها. في حد عنده أسئلة قبل ما نكمل؟ ممكن قبل ما نشوف يعني حد عنده أسئلة وعايز يسألها دلوقتي، عايزين بس اللي احنا شفناه نرجع للوحة تاني ونطبقه في دماغنا. طب احنا من الأول شفنا التعليم وشفنا مكان الكرسي وارتفاعاتها، وشفنا حتة اللايف شكلها ايه،
وعدد السلندات ده بيفرق في شكل الصاج ازاي. شفنا شكل الرفيع كان كبير شوية، حلو. شفنا ايه تاني؟ شفنا البروفايل بتاعي، الكراسي الواطية في الميد سبان والعالية عند الأعمدة، ده شفناها. وشفنا الناحية الديد شكلها عامل ايه، جميل، اللي هو حتة البصل وطولها والفنتات اللي بتتحط، حلو الكلام. طيب احنا يعتبر، مش يعتبر، احنا شفنا السقف كله وفهمنا اللوحة دي فيها ايه كلها. يعني احنا المرة اللي فاتت احنا شفنا ايه اللي في اللوحة، لكن انت شفته في الطبيعة. يعني اعتقد الدنيا بقت اوضح بكتير، وانت ربطت بين اللوحة وبين السقف، ولو مسكت اللوحة دي وانت على السقف هتعرف تطبق اللي انا قلته. حلو حلو. طيب هنرجع نكمل اللي كنا بنقول عليه. طبعا دي حتة بتاعت بور ستريب كنا بنتكلم فيها، وواضح ان احنا يعني مفيش اسئله كتير، فهنكمل في الاخر الاسئله. طيب والله انا السقف زي الفل وسلمته، السقف هيتصب، حلو. بعد ما يتصب انا هستنى لما اجيب 75% جابها في رينج 5 ايام، حلو الكلام، وهبدا اشد. طيب جميل قوي. الشد عندنا في الكود بتاعنا بيقول لنا ان احنا هنشد ب 75% من الفورس بتاعتي. لو فاكرين الفورس بتاعتي اصلا اللي هي 260، انا هشد 75% منها، ده لكل ستراند. فلو كابل عندي ستراندين او اربعة او خمسة او ثلاثة، انت اضرب الفورس دي في العدد ده. يعني متخيل الكابل كله، يعني لو قلنا كابل اربعة، حلو، وعندي 26 طن، لو خدت 75% منه يعني 19.5 طن، ده شد استراند الواحد. لو كابل أربعة أنا هضربها في أربعة، فأنا عندي 78 طن فورس في المنطقة بتاعت الكابل. يعني تخيل في الكابل ده كله أنا بشد 78 طن. ولذلك احنا حطينا الكاميرا اللي كنت بقول عليها، اللي احنا شفناها في الفيديو قلت لكم افتكروها. الكاميرا دي بتتصمم، والله انا محتاج زي ما شفنا كانت اسياخ من فوق وكانت ربطاها، فانا بعمل الكاميرا دي بوزع الاجهادات دي، و لما اجي اشد مفيش حاجه تفرقع مني، لان انا بشد بقوه رهيبه جدا، ولازم الخرسانه تبقى الكواليتي بتاعتها عاليه. الاف سي يو بتاعها اصلا بيوصل في رينج 40، فمحتاج خرسانه محترمه. حلو ماشي. ايه بقى اللي بيحصل؟ انا شديت خلاص، جميل. بعد ما شديت انا محتاج اعمل ايه؟ لما شديت انا خدت استطالات معينه، وليكن الكابل ده استطالته كذا سنتي، ده الاكشوال. حلو. الثيوريتيكال بتاع البرنامج انا بقارن بين الاثنين، المفروض في يا كوركشن رينج 6%، مش 6% دي في الكود، المفروض 6% دي بلس اور ماينس انا المفروض احققها. طب والله انا ما حققتهاش ومحتاج اشد اكتر شويه، الكود برضو سمح لي انا ب 5% زياده، يبقى اشد ب 80% عشان الستراند ده يحقق لي، او الكابل ده يحقق لي الالنجيشن بتاعته او الاستطاله بتاعته. حلو. طب عايد حتى ايه، انا دلوقتي شديت ب 75% من الفورس بتاعتي اللي شفناها في الجداول، ده الكل ستراند، جميل، شديت وخدت قرايه كل ستراند. هرجع للارقام بتاعت الادب اللي هو مطلعها لي، هقارنها بالارقام اللي انا طلعتها في الموقع، والمفروض يبقى الافريج القرايه تبقى في 6%، يعني يكون جايب الرقم ده بلس اور ماينس 6% كوركشن فاكتور. طيب والله ما جابتش، فانا محتاج اشد ب 80%، الكود سمح لنا ب 5% زياده عشان تجيب لي الفرق ده. خلاص جابت لي وزي الفل، جميل. يبقى مرحله الاستريسنج خلصت.
حلو، قبل ما تخلص بس عايزين نشوفها. مكنة الشد، وادي الكابل، وادي الانكر والوجهات اللي كل ده اللي اتكلمنا عليه المره اللي فاتت، وعلامات الاستطالات. بعد الشد دي المكنه، ده كنا بنشد من ناحيه بور ستريب. جميل والله. مناهج الشد دي فيها خلافات كتير ازليه، ان في ناس مش بتحب تشد خالص من ناحيه بور ستريب، قصدي من عند حيطه. حلو، فبتعمل بور ستريب، ركز في الكلام. في ناس ما بتحبش تشد من عند حيطان خالص وتعمل بور ستريب بتشد منها. لما شفتها في الفيديو سقف مصبوب الناحيه التانيه، فانا مش عارف اشد، ومش كل الكابلات هنا هتبقى ديد، فمحتاج في كابلات تبقى لايف عشان اعرف اشد منها. فليه ما اعمل بان بوكس اللي قلنا عليها، او هعمل البور ستريب واشد منها. بس البور ستريب دي مقرفه شويتين وهتاخد وقت وهتعطلني. حلو، يعني الصوره اللي احنا شفناها دي البور ستريب دي اللي انت شايفينها دي بالظبط اللي جبناها في الاول، اللي هي دي. يعني احنا كنا الكلام ده كان في الحته دي، ودي شدنا من الناحيه دي، اتصدت بعدها في فتره، وطبعا ده فيها تعطيل كتير، لان في يعني ده من اسباب البور ستريب اللي بتعطلني كوقت. ففي ناس بتشد من الحيطه وبتعوض ده بحديد عند الحيطه، لان الحيطه بتسحب فورس كبيره جدا، فانا لازم اعوض ده بحديد. بس دي مدارس، يعني دي مدارس، وممكن اشد عادي من اي فتحه، فتحه او سلالم او مناور، يعني كل الحاجات دي متاحه. جميل جميل جميل. يبقى احنا شفنا عمليه الشد شكلها، وايه كريتيريا الشد اصلا. في حاجه عايز اقولها، المكنه بتاعت الشد دي بيحصل لها حاجه اسمها معايره، يعني المكنه دي بتبقى بالبار. فمثلا سي انا عايز اشد مثلا ب 19 طن، 19 طن ده يساوي على المكنه نقول مثلا 500 بار، ده كمثال. فدي المعايره، اللي هو كام طن من هنا بيجيب لي قرايه من كام على المكنه. حلو، عشان لما تشوف المكنه وتشوف العداد وتشوف ارقام عجيبه، ايه ده، في حته معايره. جميل. طبعا اصلا الكابلات دي بيحصل لها اختبارات وبتتشد واعرف جودتها. في حاجات جودة كتير يعني مش أهميتها كبيرة معانا، مش تفرق. حلو ماشي. أنا شديت زي ما قلنا، والتقرير بتاع الشد مظبوط، وده متوافق مع السيريتكال والأكشوال زي بعض، وخلاص وزي الفل. فالمرحلة اللي بعدها أنا هقطع الزيادات اللي أنا كنت أصلا سايبها في الأول، اللي هي نص متر. هقطع ولايس. ايه اللايس دي؟ يعني اسد الفتحه. ازاي اسد الفتحه؟ يعني الشكل ده مش هسيبه كده اكيد، يعني وانا بسد بالحته دي بجراوت او بمونه او ايا كان، بقفل دي كويس. حلو جميل ماشي. بعد بقى ما عملت الكلام ده والسقف خلص وجميل، ممكن اوصل لحته الجراوتنج. يعني حته الجراوتنج دي مش مرتبطه قوي بوقت، يعني ممكن افك عادي، مش مرتبطه بالجراوتنج. ايه الجراوتنج ده اصلا؟ اللي اتكلمنا عليه قبل كده، اللي احنا شغالين بنوع البوندد. والنوع البوندد ده انا بحقنه بجراوت عشان يمسك الدنيا جوه الستراند، جوه الدكت. جميل جميل. طب ايه هو الجراوت اصلا؟ والله في شركات كتير وفي ريشيو كتير وحاجات مختلفه للجراوت. ده يعني حته النوع منه. جميل ماشي. في رينج، لو قلنا واحد الطن الكابلات ممكن اخد له في رينج 350 كيلو اسمنت. جميل، خلي بالك الحته دي عشان هتمطلنا في الحته دي. الجراوت اصلا بيبقى مكوناته اسمنت وميه وماده جراوت. ماشي، هو قايل لك ريشيو معينه تستخدمها،
يعني قايل لك ال 100 كيلو اسمنت بياخد معاه 500 جرام كراود وميه ما تزيدش عن 50 لتر. ماشي حلو، وانا عارف ان الواحد طن بتاع الكابلات بياخد له 350 كيلو اسمنت، هنسب النسب دي ل 350 كيلو واعرف انا محتاج قد ايه. فهمنا نحسبها ازاي؟ هي سهله ما فيهاش حاجه، انت بتنسب معاك طن بياخد له الرقم ده ايا كان انت هتاخده كام يعني من التجارب عندك. وكل نوع او كل شركه منزله كرايتيريا للماده بتاعتها والخليط بياخد قد ايه، هتنسب ال 100 كيلو ل 350 وباقي الكومبوننتس دي، وتعرف انت محتاج في سقفك قد ايه وتطلع له الحاجه وتحقن. هنحقن هنشوف هنحقن ازاي. طب في اختبارات طبعا بتتاخد للجراوند ده، يعني في 6 مكعبات بتتاخد بعد 7 ايام ولازم تبقى محققه كومبريسيف سترينث بالرقم اللي احنا شايفينه اللي هو 29.2 نيوتن بير مليمتر سكوير. حلو، ماشي، عرفنا نوع والميكسنج بيبقى ازاي والتستات اللي انا باخدها. هحقن بقى في مكنة حقن. مكنة حقن دي اللي بتخلط بيبقى طالع منها خرطوم زي اللي شفناه في مكنة الشد، والخرطوم ده اخره يعني شكل كده بيبقى بيخش في الخرم ده بتاع الفنت، يعني بيبقى يعني شبه المسدس كده رفيع، فالجراد بيخرج من سي الفنت ده. ده الكابل بتاعي انا هدخل الفنت هنا، المفروض الجراوت يطلع لي من اخر فنت عشان اتاكد ان الكابل كله اتحقن. حلو الكلام، هعيدها تاني. خلي بالك انك لازم تبقى معاك اللوحه ومركز كويس، لانك في المنطقه الواحده ممكن تلاقي 5 كابلات لثلاث اتجاهين او ثلاثه حسب اللوحه اللي عندك، فتركز انك هتحن من اول واحد كمثال والجراوت هيخرج من اخر واحد، يبقى كده انت اتاكدت ان الجراوت وصل للكابل كله. تمام، طيب خلاص انا مشيت مع كل كابل وكل اتجاه والدنيا سهله وما كانش في اي عوائق الحمد لله. جميل، فخلصت. المفروض انا بقطع البيب او الفنتات دي واسد بقى الفتحه دي برضو بالجراوند. ف دي السيكونس ببساطه شديده من غير اي تعقيد. انا هراجع سريعا اللي حصل، انا عارف المحاضره سهله، حته التنفيذ مش معقده. يعني احنا اتكلمنا في كل المراحل، مفيش حاجه ما اتكلمناش فيها، بس طبعا في كتير كتير مخفي في البوست. انت في اي مجال انت عمرك ما هتفهمه كله من مره او من مشروع او ايا كان، انت بس انت دلوقتي بقيت فاهم الدنيا الحاجات البيزكس بتاعتك. في كل مرحله انت فاهم البيزك ده اهم حاجه، فاهم الكونسبت. طيب احنا يعني المره اللي فاتت اتكلمنا، عرفنا ازاي هنصمم اصلا مانيوال، عرفنا نستخدم البرنامج ازاي الادابت او رام او ايا كان، و في مرحلة الحصر وفي شوب دروينج عرفنا احنا هنخرج اللوحة، وعرفنا احنا محتاجين اللوحة دي تبقى ماشية ازاي، ومسافات التقسيطات بين الكابلات وارتفاعات الكراسي والمسافات اللي مش متر، لان المتر الديفولت ما بكتبوش، وارتفاعات الكراسي اللي عندي والديد واللايف. حلو جميل، ماشي، عرفنا حتة اللوحة دي. دخلنا بعدها بعد الشوب دروينج في الحصر، وما كنت محتاج من الحصر ايه؟ الكراسي، كل ارتفاع انا محتاج عدد منه قد ايه عشان الحداد يعمله لي، وعرفنا كل كابل طوله قد ايه وعدده عدد الاستردات ايه عشان لما اجهز الكابل ده اقطعه. جميل، وهل الكابل ده لايف لايف ولا لايف ديد؟ وفي الاخر انا عايز توتال ويت اطنان عشان اعرف اشون كابلات قد ايه الوايرات، وعايز اعرف الدكت كل دكت كل نوع دكت طوله قد ايه في المتر، وعدد الكاستات يعني بناء على عدد اللايف اند. حلو، وشفنا الكلام اللي انا بقوله ده في
شفناه في الفيديوهات. جميل. سات وركينج احنا اتكلمنا عن ازاي انا بخطط او بعلم السقف، بحط اماكن الكراسي وارتفاعاتها، وبحط بدخل الوايرات في الدكتات واربطها واعمل الديد اند بتاعتي واركب الكسرات وافنش السقف بتاعي والكوبلر والتيب وكل ده شفناه وكلمنا عليه والفنتات. حلو. وادي الصورة اللي الناس بتحبها، بونس ريب، الناس بتعشق بونس ريب قوي. وشفنا السقف، شفنا السقف في 5 فيديوهات، يبقى شكل ايه، النهايات، الديد واللايف، التيب، الكوبلر، الكراسي، الفنتات، وشفنا شفنا بيتشد منين، وشفنا النهاية عند عمود والبروفايل، يعني شفنا كل حاجة، مفيش حاجة ما شفناهاش. وجينا لمحاورة الشد وقلنا احنا هنشد عند 75%. والله لو النسبة دي ما جابتليش استطالة actual و theoretical range 6% في القراية، فخلاص هزود 5% طبقا للكود عشان تحقق لي النسبة دي. جميل. وعرفنا اصلا الفورس اللي هي الالتميت اللي هي ال 260 كيلو نيوتن ده كل ستراند، ده انا بشد 75% منها حسب برضو النوع اللي انا بستخدمه. في ناس بتستخدم ال 13، في ناس بتستخدم ال 15. وبعلم عشان اعرف الاستطاله، وادي مكنه الشد، وعرفنا ان في معايره بتحصل ليها القوه دي بحولها البار حسب المكنه دي ما بتتعامل، وشكل المكنه وانا بشد كل ستراند وبعلم. حلو. وبعد ما شديت كل الريبورت مظبوط، فانا قطعت الزيادات ودخلت في مرحله الجراوتنج اللي هي الحقن. زي ما قلنا احنا شغالين بوندد والجراوتنج مهم، وكلمنا على الكلام ده وعرفنا في انواع كتير حسب الشركه، سيكا مثلا معروفه في المجالات دي. والريشيو انت عندك رينج الطن، طن الوايرات بياخد له في رينج 350، فتناسب الحته دي بالنسبه للكريتيريا بتاعت كل شركه، وتاخد 6 مكعبات وتعمل عليها الاختبارات وتتاكد انك هتحن من هنا عشان تعرف انك خلصت كل كابل، ان الجراوند ده هيطلع من الناحيه الثانيه. حلو. يبقى انت كده ايه، اتاكدت ان الكابل ده خلاص اتحقن كله، وهتقطع البنتات دي، يبقى كده سقفك خلص. مفيش حاجه، الدنيا سهله، احنا اتكلمنا باستفاضه وشفنا كل حاجه. فاتمنى نكون استفدنا. المحاضره دي ما كانتش طويله، ويعني نشوف الاسئله بقى. اتمنى نكون استفدنا. جزاكم الله خير يا باشمهندس محمد، الف شكر على المحاضره القيمه. الله يعافيك، ربنا يخليك. لو اي حد عنده اسئله بس نستاذن نعمل رايس هاند. لو حد عنده اي اسئله يعمل رايس هاند. السلام عليكم. وعليكم السلام. جزاكم الله خيرا يا باشمهندس على المحاضره الجميله. الله يخليك. هو بس سؤال والله كنت عايز اساله من اول محاضره، بس قلت لا يعني خليه في الاخر خالص. هو سؤال بسيط. دلوقتي بالنسبه للبوست تنشن، هو حضرتك قلت ان هو يفضل على برنامج الادابت فلو، تمام؟ هل يعني باقي البرامج الثانيه زي الساب او السيف او الروبوت او الميدر النتائج بتاعتهم ما بتكونش دقيقه زي الادب، ولا هو مثلا بيتميز بسرعه الحل عنهم؟ والله هو الرام والادب البرنامجين الاثنين دول مختصين اكتر في البوست تنشن عامه. في السيف شغال بوست تنشن، وفي يعني انا ما جربتش السيف، بس في ناس بتقول ان ارقامها حلوه يعني معقوله ودقيقه. ولكن مقابل ده ان مثلا نعم بالظبط، لان السيف عموما مشهور ان هو ماسك حته البلاطات والقواعد. تمام. يعني هو ميزه الادابت والرام بالذات انه مختص اكتر،
وكمان حته الادابت في الشوب دروينج دي يعني مش موجوده في الرام. الرام بنستخدمه الاثبات عشان تطلع الشوب دروينج وبس. الاثنين دول يعني يعتبر مختصين اكتر، فدول افضل شويه حتى بسهوله التعامل مع البوست تنشن. ومن الادابت او الرام بقدر اودي لاي برنامج كاد، يعني مثلا اوتوكاد او اوتوكاد ستراكشر ديتيلنج، ايا كان اللي بيتعامل بالمبدا بتاع الاوتوكاد. اكيد، واحنا هو مثلا بيصدر الاوتوكاد فقط. واحنا الفيديو اللي فات كنا الكراسي والشوب درون كله بنطلعه على الاوتوكاد. في حاجه في برنامج اسمه فيسكون ده تبع برضو ادابت، يعني اللي عامل البرنامج ده هو اللي عامل ده بيبقى يعني بتنقله للبرنامج ده، الدنيا بتبقى اوضح كتير. عايز مثلا تعمل فيجواليزيشن للدنيا او في حاجات تدخلات مع حاجه، فيعني هو مش بينقل الادابت بالاوتوكاد بس، هو في دلوقتي بقى ينقل البرنامج زي اللي انا قلت لحضرتك. البرنامج ده اصلا بيربط بين ايتابس وبين روبوت وبين ايه تاني وبين ريفيت. فيعني هو الشائع في الاستخدام اللي انا بنقل للاوتوكاد واظبط اللوحه والشوب درونج بتوعي، ولكن البرنامج الثاني مثلا ده عشان اشوف هل بقى في باقي العناصر ايه اللي متداخل مع ايه، هل مثلا الكابل ده مش مظبوط مكانه، انا مش شايف حاجه كده. فاهم حضرتك؟ طب سؤال ثاني، هو بالنسبه للامبورت اند اكسبورت فروم ريفيت بيكون عن طريق ادن ولا عن طريق ان انا مثلا بخرج الريفيت بصيغه معينه افتحه على الرام او على الادب؟ لا، هو مفيش مش اتصال مباشر بين الاثنين. يعني اديت حضرتك المثال اللي قلت عليه ده، انه بينقل ايه، يعني شغال على ايه كل البرامج اللي بينقل ليها، لكن اتصال مباشر دي ما اعرفهاش، يعني ما لقيتهاش اصلا. انا برضو بسيرش النقطه دي للاسف، برضو ما وصلتش لحاجه لغايه دلوقتي. تمام تمام يا باشمهندس، جزاكم الله خيرا. العفو. باشمهندس جواد وباشمهندس محمود، السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا باشمهندس، حضرتك اخبارك ايه؟ الحمد لله تمام. شكرا على المحاضرة الجميلة دي والله. الله يخليك. الله يخليك. والله حضرتك دلوقتي في الكاميرات البريستريزد اللي هي اعلى، اللي مثلا بنصب الكاميرا اف سي بتاعتها 500. تمام. فالوقتي يعني في شغل الكباري والفريمات، يعني المفروض احنا مثلا لو صبنا الكاميرا 500 بيجي لنا ساعات البلاطه بتاعتها الكراسي بتاعتها مختلفه عن الكاميرات. وفي استشاريين لا، يعني كنا في اجتماع كده يقول لك لا لازم حتى البلاطه دي ما هيش بريستريزد بس لازم تصب بنفس نوعيه القمر. وفي احنا نفذنا قبل كده يعني، وكان برضو مع استشاريين تانيين بلاطات على كاميرات بريستريز بس مش بنفس الاف سي يو بتاعها، مختلف خالص يعني. فهو ايه الصح اصلا يعني، ايه يعني دي مدرسه ودي مدرسه مثلا، ولا يعني الاصل في الموضوع ده ايه اصلا؟ عشان يعني البلاطات لازم تصب بنفس نوعيه الكاميرات البريستريز حتى لو هيش هيحصل فيها بريستريسنج. والله يعني في الجزئيه دي هو الشائع اللي شفته كان يعني في مشروع مع دكتور عادل، كان اللي هو مثلا الاعمده باف سي يو مختلفه والبلاطه كلها كانت باف سي يو مختلفه، والاف سي يو بتاع الكاميرا والبلاطه كانوا زي بعض. هل بقى لازم او مش لازم؟ دي هي دي بترجع للاستشاري، بس اعتقد ما فيش حاجه بتقول انه ما ينفعش. بس مثلا لو فرق مثلا الاف سي يو في منطقه بتاعت الشد، اكيد الحته دي انا هعالجها بحاجه، ازود حديد، هعملها بطريقه مختلفه اللي هو الربط بين الاثنين اف سي يو، ولو خصوصا لو الحته دي مثلا انا هشد فيها ولا اي حاجه من دي. تمام. هي بتعمل كومبوزيت سيكشن يعني في بين نقطتين، يعني لو هي ده مختلف عن دي. تمام. بس يعني ايه، لان احنا كان حتى النهارده كنا في اجتماع حاجه زي كده ففتحنا الموضوع ده يعني. والله الاستشاري بيبقى ليه وجهه نظر في الموضوع ده، لكن مفيش حاجه بتمنع الموضوع، يعني هي مش مستبعده يعني. تمام.
طب بالنسبه للاند اللي هي الديد اند، تمام. هي أو انا بس ما شفتش صورتها قبل كده، بس عايزني حضرتك يعني هي الكيبل نفسه بالواير الستراند بيبقى بره الضغط مثلا، ولا بيبقى ايه؟ انا مش بيبقى يعني بره بيبقى بين الضغط. دول الخرسانه مباشره انا بصب عايز عليها اعرف، الخرسانه، هي بتتصب عليها الخرسانه. يعني الضغط بطببه من على مسافه معينه يعني، او ليه مسافه معينه الكيبل ده من الاند بسيبها مثلا. يعني دي انا قلتها في الفيديو. انا عايز بس اجيب صوره عشان اوريها برضو لحضرتك، يعني دي اتمنى تكون واضحه شويه على قدام دي. نفتح فيديو. طيب دي لايف. البيت هي دي ديد اهي، عايز بس اوضحها شوية. شايف حضرتك ايه ده الضغط وهي خارجة منه في رينج 90 سنتي وبتتساب كده وبتتصب عليها الخرسانة. تمام. وبرضه اللي هي التسليح الاضافي اللي هو بيشيل البريستريسنج ده برضه موجود فيها يعني. انا بحط الحديد ده في الناحية الديد والناحية اللايف. و90 سنتي دي ثابته معايا في كل الشغل ولا بتحدد على حسب ال والله هي بتبقى فرنج يعني من 80 90 100، بس ما تزيدش عن الكلام ده. تمام. والتطبيب بس بيبقى من ناحية ال كده كده مفيش خالص بقى يعني. لا مش بحط حاجة، هي بتبقى بالمنظر ده وبمكنة التبصيل اللي شفناها في الفيديو. بعمل النهاية بتاعت الديد اللي هي تسمى بصل، يعني تبقى شكل البصلة كده. يعني لا فيها لا وجيات ولا لا، اي حاجه خالص، ولا بطلع طول امان مثلا من الناحيه التانيه لو احتجته مثلا، يطلع مسافه زياده وخلاص يعني. المسافة الزيادة دي أنا بطلعها في ناحية اللايف. في الديد لا. أه تمام. شكرا يا دكتور. شكرا العفو هندسه. العفو العفو، ربنا يخليك. شكرا. عفو. السلام عليكم. عليكم عليكم السلام ورحمة عليكم الله. السلام. السلام عليكم. وعليكم عليكم السلام. أستاذ، بالنسبة للبوتنشال ممكن استخدامه بالأسس؟ بالإيه؟ بالأسس بالرافت فاونديشن. طبعا تستخدم في الرفت. لأي سمك يعني؟ لأي سمك ممكن يكون؟ اي سمك عادي يعني، انا بستخدمه يعني حتى زي الاسقف، مفيش حاجه بتحكمني، بس يعني ما قلش عن سمك معين اللي هو الشائع في رينج 18 سنتي ده مثلا مينيموم، ومعايا لاي سيكنس انا عايزه. نفس الكلام في الرفت. ما في خطورة إلى الرطوبة توصل للأماكن الشد وبعدين يصير فشل لا، هو اصلا الرفت بتتعامل معاملة مختلفة شوية، لان لو هيك يعني كنت حاضر المحاضرة اللي فاتت، في انا بشد بنسب معينة في الرفت بالذات، لان انا لو شديت بكل القوة في ابليفت للكابلات، فالكابلات دي عايزة ترد لفوق، فانا مش هعرف اعمل ده في رفت خالص. يعني نفس فكرة سحب المية، فانت بتقعد تسحب في المية لحد ما توصل لدور معين وتوقف السحب. نفس الكلام هنا، يعتبر انك يعني هتشد على مراحل، مثلا زي 3 مراحل، تقعد تبني كم دور الاول وتعرف تشد عشان يقاوم الابليفت بتاع الكابلات. ولكن هي موجودة وبتتعمل، بس مش كتير اللي بيعملوها، لان تبقى عايزة معاملات خاصة تنفيذيا، بس هي بتتعمل. بس انا شفت فيديو انه اكو فشل بالاساس نتيجة وصول الرطوبة لاماكن الشد، وبعدين صار فشل يعني بشد الكيبلات. لا، هو بالنسبة لحتة رطوبة مش رطوبة، فاكيد هتتعزل كويس، هتتعامل كأي رافت عندي يعني. شكرا جزيلا على المحاضرة اللطيفة، وشكرا استاذ عمر.
العفو ربنا يخليك. الله يسلمك. ألف شكر لحضرتك يا باشمهندس، جزاكم الله كل خير. باشمهندس محمد، هل ممكن حضرتك تنزل اللي هي سجل الحضور؟ حالا دلوقتي. الله يكرمك. أنا كنت عايز أسأل بس عن البري تنشنينج والفرق الجوهري يعني ما بين البوست تنشن والبري تنشن، تمام؟ هل في شغل بيتعمل كتير في مصر يعني عموما بري تنشن ولا؟ والله يعني أنا ما عنديش معلومة. معظم الحاجات بوست تنشن. في الحته دي ما عنديش معلومات كافيه، بس اللي بشوفه الشائع يعني في البري تنشن اللي هو اللي هي الصدادات اللي في الطرق دي مثلا، او حاجه بري كاست. بس الشائع اكتر في البوست تنشن، ده اللي شايفه واللي درسه، لكن التاني ما عنديش خلفيه عن الموضوع قوي، او انا ما بشوفوش كتير اصلا. انا كنت سمعت ان هو بيستخدموه اكتر في الكباري والحاجات البري كاست الهولو سيكشنز والحاجات دي، لكن مش في شغل في حتة البري كاست اكتر. بالظبط. شكرا لحضرتك على محاضرتين يعني يعني بصراحه رائعين جدا، استفدنا كتير، وجزاكم الله خيرا على وقتكم يعني وعلمكم. العفو، ربنا يخليك يا باشمهندس. الله يخليك، شكرا جزيلا لحضرتك. انا نزلت الاستبيان، اتمنى